بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 114. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله عددا كثيرا مما يحكى عن النصارى من الباطل في أعيادهم، قال: وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحكى قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله جملة كثيرة من أعمال النصارى وما يعملونه في أعيادهم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ذكر أن بعض المسلمين يقلدهم في هذه الأشياء ويتشبه بهم فيها لما في قلبه من تعظيم النصارى وأنهم أهل حضارة وأنهم أهل رقي وتقدم، ولا يزال هذا ويزيد في وقتنا الحاضر تعظيم اليهود والنصارى وأنها أمم حضارية وأمم راقية، هذا من جهة أمور الدنيا، وأعظم من ذلك من جهة أمور الدين، فإن المسلم منهي أن يتشبه بهم. ومع هذا كثير من جهال المسلمين أو من أهل الضلال من الفرق الضالة من المسلم التي تنتسب إلى الإسلام من يقلد اليهود والنصارى في هذه الأباطيل، وغرض الشيخ من ذلك التحذير من هذا الأمر وبيان أنه أمر باطل وأنه لا يجوز التشبه بالنصارى في جميع أمورهم التي يزعمون أنها عبادة لله عز وجل وفي مظاهرهم أيضا، لأن المطلوب من المسلمين أن يتميزوا شخصيتهم الإسلامية وأن يتمسكوا بما شرعه الله لهم، ففيه الخير وفيه الصلاح. ودين الإسلام هو دين أهل الأرض قاطبة، منهم اليهود والنصارى والجن والإنس، فلا تحيا عادات دين منسوخ أو دين باطل تحيا وتروج بين الناس، وإن مما يندى له الجبين أن مناسبات اليهود والنصارى يوجد في بلاد المسلمين من يحييها، مثل ما يحصل من عيد الحب وتبادل الزهور في أيام أعيادهم، فهذا كله مما يجب تنبيه عليه والمنع منه. يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء أن يبينوا للناس وأن يمنعوا تسرب هذه الخرافات وهذه الأباطيل إلى المسلمين، وحتى لو فرضنا أنها كانت مشروعة عليهم وهي من دينهم فإن الله نسخ دينهم وأبدله بالإسلام، فالواجب علينا أن نتمسك بالإسلام وأن نحارب هذه المظاهر النصرانية وغيرها، ولا نشارك في إحيائها وبثها في
بلادنا وبين أولادنا وبين أسرنا، فالواجب محاربة هذه الأمور والقضاء عليها نهائيا. إنما كما سبق أنهم إذا كانوا أهل عهد، إذا كانوا أهل ذمة، يقرون عليها لكن بخفية، يعملونها مختفين فيها لا يظهرونها في بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزادوا، أي كثير من مدى الإسلام، زادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى أو غيروهم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. نعم، الذين تشبهوا بالنصارى في إحياء أعيادهم ومناسباتهم متفاوتون. نعم. فمنهم من هو مكثر من مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم، ومنهم من هو مقل، ومنهم من يتصرف بعض التصرف في تغيير بعضها أو تقديمه أو تأخيره، وكل هذا باطل. الواجب الامتناع منها نهائيا، الواجب الامتناع منها نهائيا، حسم مادتها عن المسلمين. نعم. قال: لكن كلما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله، وإنما خصوصها في الدين الباطل، إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين، وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم. نعم، فيه مشابهة لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفيه إحياء لدينهم الذي نسخه الله، إحياء لدينهم الذي نسخه الله أو أبطله إن كان محرفا ومغيرا. ففي مشاركتهم إحياء لدين قد أماته الله ونسخه، وتحول من الدين الصحيح وإلى الدين الباطل، وهذا ضلال يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. نعم. قال: وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء. ليس لجاهل أن يظن أنه إذا غير شيئا، ما يعني ما أخذ كل ما عندهم أو زاد ونقص، أو زاد ونقص، أن يقول: أنا خالفتهم، أنا زدت، أنا نقصت، أنا قدمت، أخرت، تحصل بذلك المخالفة. نقول: لا يجوز هذا، لا يجوز مشاركتهم في أعيادهم، لا، ولو قدم شيء منها أو أخر أو نقص أو زيد، هذا لا يكون. أما أن يستدل بأنه أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وأننا أمرنا بأن نصوم يوما قبله، فهذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة مشروعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها. لكن من الذي أمرك أن تقلد النصارى وتقدم وتؤخر وتظن أن هذا من مخالفتهم؟ نعم. قال: كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه، فإنا نخالفهم في وصفه. نعم، هو صوم يوم عاشوراء ليس خاصا باليهود، بل هو عام للمسلمين، وكان يصام يوم عاشوراء من قديم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومونه ويشاركوننا فيه، ما لسنا الذين نشاركهم، وإنما هم يشاركوننا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم قبله من أجل مخالفتهم في ذلك. أما ما كان خاصا بهم ثم يأتي مسلم ويشاركهم فيه ويغير، يقول هذا يقاس على يوم عاشوراء، هذا قول باطل. نعم، لأن هذا خاص بهم. نعم. قال: فأما ما لم يكن في ديننا بحال، بل هو من دينهم المبتدع أو المنسوخ، فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه. نعم، هذا هي القاعدة، ما كان من دينهم المغير المبدل أو المنسوخ، إن دينهم انتهى. نعم. انتهى بما فيه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ودين اليهود انتهى أيضا بما فيه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه
وقال قبلها في وصف محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا بد من الاتباع، من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى، أي أننا لا نشابههم لا في أصله ولا في وصفه. نعم. فإحداث ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم. هذه الأيام التي ذكرها اللي هي الخميس الكبير والجمعة الكبيرة والسبت والأحد وأيام أعيادهم، نحن منهيون عن مشاركتهم فيها، لا بتعطيل الأعمال وتعطيل الدوام كما يطالب بعض المغرورين بأننا نجعل أيام العطلة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. هذه عين الموافقة لهم والتشبه بهم والمشاركة لهم في أعيادهم التي يعظمونها. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يبقوا على ما خصهم الله جل وعلا به من الدين العظيم والدين الكامل، وأن يباينوا كل المباينة ما عليه اليهود والنصارى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا بين على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لا سيما إذا كانوا يعظمون اليوم الذي أحدث فيه ذلك. نعم، النيروز والمهرجان من أعياد الفرس. النيروز هو أول فصل الخريف، المهرجان أول فصل الربيع، فهم يجعلون هذين اليومين لهما خصوصية في السنة، وربما يعملون فيها أعمالا تختص بها دون غيرها من أيام السنة. فنحن لا نعظم النيروز ولا المهرجان، بل الواجب علينا أن نتجنب هذا اللفظ وأن لا نقول المهرجان كما على ألسنة كثير. المهرجانات، مهرجان الفلاني، هذا لفظ أصله ما هو عند المسلمين. نعم، السلام عليكم. قال: ويزيد ذلك وضوحا أن الأمر قد آل إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عيد الكفار، عيد المائدة، آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس الكبير وهو الخميس الحقير، يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويصبغون البيض ويطبخون باللبن وينكتون بالحمرة دوابهم ويصنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله، ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج، وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته وبقي عادة مضطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد. كل هذه الأعمال التي يخصون بها هذا اليوم اللي يسمونها العيد الخميس الكبير، ويزعمون أنه اليوم الذي نزلت فيه المائدة، ويعملون في هذه الأعمال وهذه المظاهر، كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وهم كاذبون فيها. فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في تعظيمها أو في إحيائها أو في المظاهر، الظهور بالمظاهر التي يخصونها بها من الألوان واللباس أو التجمل فيها، لأن في ذلك تشبها بهم وإحياء لأعيادهم وتقريرا لهم على أن شرعهم باقي، مع أن شرعهم منسوخ، وأيضا هذا ليس من شرعهم إنما هو من افترائهم. فنحن إذا شاركناهم دخلنا في هذه المتاهات وهذه المحاذير. نعم، السلام عليكم. قال: واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ربيع وهو مبدأ العام الشمسي، فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك. نعم، أيام فصل الربيع هم يعني يتوفر فيه الربيع واللحوم، فهذا مما يساعدهم على النشاط في هذا اليوم. نعم،
مع أن عيد النصارى ليس هو يوما محدودا من السنة الشمسية، وإنما يتقدم فيها ويتأخر في نحو 33 يوما كما قدمنا. نعم، تقدم أن حساب الشهور إنما هو بالأهلة، والأهلة تتقدم وتتأخر، أما الحساب الشمسي فهذا لم تعلق فيه عبادة من العبادات التي هي الصيام والإفطار. الصيام والإفطار والحج هذه معلقة بالشهور القمرية. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. أما الصلوات فقد جعلها الله سبحانه وتعالى في مواقيت تتعلق بسير الفلك، طلوع الفجر وزوال الشمس وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه حسب سير الفلك، وهو أيضا يتفاوت بالنسبة للبلدان، فهذا شيء مشترك، هذا شيء مشترك. نعم، بخلاف الصوم والحج فهذه لا، هذه معلقة برؤية الأهلة. نعم. قال رحمه الله: هذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. نعم، هذا كله الذي يجري منهم ويقلدهم بعض المسلمين ويتشبه بهم على ما فيه من انحطاط ورذيلة وخرافات، تشبه بهم بعض المسلمين، وهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، من شدة المشابهة والتعظيم لشأن اليهود والنصارى عند بعض المسلمين أو ضعاف الإيمان من المسلمين. نعم. قال: وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. يعني ليس هناك من ينهاهم ويبين لهم، فهم درجوا على هذا الشيء، فهذا مما يؤكد أن على العلماء أن ينهوا عن هذه المشابهة ويبينوا خطرها وضررها، وأن لا يسكتوا على هذه الأمور. نعم. قال: وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية أو نعم. قول القائل: المعبود واحد. نعم، إذا كان القليل من المشابهة يجر إلى الكثير من المشابهة، فكيف بالمشابهة التي تجر إلى الشرك والكفر كتعظيم الصليب الذي يعبده النصارى ويزعمون أنه صورة للمسيح، والمسيح عندهم هو الله أو ابن الله، وأنه صلب فيعبدون الصليب، قبحهم الله، يعبدون الصليب ويعلقونه على صدورهم وعلى دوابهم وعلى بيوتهم وعلى، وربما يكون من المسلمين من يقتدي بهم في ذلك فيعلق الصلبان ويعظم الصلبان، فهذا يجر إلى الكفر كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال: فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية؟ تعميد في المعمودية أنهم يأتون بالمولود، إلى القس فيغسله بالماء أو يجعله في الماء الذي في الكنيسة يسبح فيه، هذا يسمونه تعميد الأولاد. نعم. الحمد لله. كله من الخرافات. الحمد لله. أو قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. هذا أشد، وهذا نسمعه الآن. نعم. المعبود واحد، يقول النصارى على حق واليهود على حق والإسلام على حق، لأن يعني كلهم يعبدون الله، فهذا من الكفر الواضح والتسوية بين الحق والباطل وبين الكفر والضلال. فنحن نقول: ليس هناك حق إلا دين الإسلام الذي جعله الله دين آخر الخليقة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم،
فالذي يدخل معه دين منسوخ أو دين باطل هذا محاد لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. حتى عبارة الأديان السماوية، الأديان السماوية الثلاثة باعتبار ما كان مسألة الأديان السماوية التعبير سهل، لكن لأنهم يقصدون باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. نعم. لكن اليهود والنصارى اليوم ليس لهم حجة في كون أديانهم سماوية، منسوخة، كانت سماوية لكن نسخت وغيرت وبدلت. نعم. قال ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله. هذه النتيجة أنهم يقولون الأديان الثلاثة كلها حق، كلها عبادة لله عز وجل، فاليهود يعبدون الله والنصارى يعبدون الله والمسلمون يعبدون الله، ويجب أن تتآخى الأديان وأن تتساوى في هذا، وهذا باطل بلا شك. الله جل وعلا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين الظاهر والدين الحق والدين الباقي هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما نوبة الأنبياء الذين قبله فقد انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، على ما دخل شرائعهم بسبب التأخر الزمان من التغيير والتبديل وتلاعب اليهود والنصارى فيها، فهي ليست حقا وليسوا يعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان، فإن عبادة الله إنما تكون بما شرعه، وقد نسخ سبحانه الدين السابق وجاء بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فالبقى على المنسوخ أمر باطل وليس عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك. يعني الذي يقلدهم لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن كون الشريعة النصرانية واليهودية موصلة إلى الله، موصلة إلى الله، وهذا أبطل الباطل أنها لا توصل إلى الله. لا يوصل إلى الله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه واحدة. الثانية وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، وإما أخذ بعض ما فيها ولا يأخذها كلها، لكن يقول هذا الشيء طيب وهذا الشيء حسن، يعني كأن شريعتنا ناقصة وقاصرة، ليس فيها هذا الحسن وهذا الشيء. شريعتنا هي أحسن الشرائع وأجمل الشرائع وأكمل الشرائع، فما في دينهم من شيء حسن فهو موجود في ديننا، فلا حاجة بنا إلى دينهم. نعم. أو التدين بذلك، أو التدين بذلك كما سبق أنه يقول كله دين، سواء اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، كلها من عند الله. نقول نعم، أصل دين موسى ودين عيسى عليهم السلام من عند الله بلا شك، ومن كفر بذلك فقد كفر أو جحده، لكن فرضنا أنها باقية وصحيحة، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت، وأمر الله باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان نبي من الأنبياء موجودا للزمه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال صلى الله عليه وسلم لو كان عيسى، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا نزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان يتبع رسول الله، يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بدين الإسلام وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لتتبعونه. والمسيح يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لأنها هي الشريعة الواجبة في بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوراقا من التوراة
بيد عمر جاء بها ليريها الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهل بعد القرآن كتاب آخر؟ نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.